غرناطة، ريال، مايوركا، الدور الإسباني، الدرجة الأولى، الجولة 19، وين شنا كيفاش كانت، وين غرناطة، وين بدأت في الشوط الأول في الدقيقة 21، وين شنا هدف في الدقيقة 21 عن طريق أنخيل مونتارو من جانب اللعاب غرناطة، شنا كيفاش ريال مايوركا وين دخل بخطة، نقولوا ريال مايوركا اللي دخل بخطة بربعة 4-2، شنا كيفاش التشكيلة تاع غرناطة وين دخلت ربعة 4-2-3-1، شنا كيفاش روي سيلفا الحارس تاع غرناطة وين انقذ المرمى تاعو خاصة في الشوط الثاني، شنا كيفاش جيرمان سانشيز، شنا كارلوس نياف، شنا كيفاش فيكتور، شنا كارلوس فيرنانديز، شنا كيفاش اتكي شنا مونتيز، يعني أنطونيو اللي خرج في الدقيقة 59 دخل في مكانه ديميتري في الدقيقة 59، شنا روبارتو، شنا كيفاش رامون عزيز، يعني كانت نقولوا بلي غرناطة اليوم كانت المباراة اللي كانت في نقولوا بلي كانت في شنا أخيل وهو لاعب وسط ميدان دفاعي هو اللي سجل الهدف في الدقيقة 24، يعني شنا كيفاش ريال مايوركا وين ريال مايوركا إبدون بريت شنا إليك شنا لامورار شنا خون شنا لاجور شنا داني تيك فوس، يعني سيلفا اللي خرج في الدقيقة 62 دخل في مكانه إليكس، يعني أنطونيو مارتين شنا فاران غوميز شنا إسكندر اللي خرج كذلك في الدقيقة 62، شنا مانويل ريانا الحارس تاع ريال مايوركا، وين شنا فانيك ما ننساوش غرناطة 74% 47% نسبة استحواذ، 53% استحواذ نسبة استحواذ ريال مايوركا، شنا التمريرات 231 ريال مايوركا، شنا كيفاش 185 تمريرة لغرناطة، بعد في الشوط الثاني علاش نقولوا كيما هكا الشوط الثاني وين شنا غرناطة تراجع الوراء خاصة من الدقيقة 70 وين تراجع الوراء وقعد محافظ على النتيجة تاعها، هذه هي المباراة وين نقولوا باللي الأسبوع الجولة 19 الدور الإسباني الدرجة الأولى غرناطة ريال مايوركا صحيح.